السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين والمشاهدات الاعزاء، احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من انواع البنادق الهوائية. هنتكلم عن البنادق البي سي بي او البنادق الهواء المشحون مسبقا. طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن شركة عالمية، الشركة دي هي شركة اف اكس اير جانز. الشركة دي يا جماعة ليست شركة قديمة مثل ديانا او ويبلي او نويكا، ولكن هذه الشركة استطاعت ان تحقق نجاحات باهرة في وقت وجيز جدا. فلكم ان تتخيلوا ان هذه الشركة التي اسست في عام 1999 بواسطة فريدريك اكسلسون في بلدة ماريستاد بالسويد، اصبحت الان ببندقيتها الهوائية اف اكس كراون المصنفة رقم 1 عالميا. هذه الشركة اصبحت تحلق عاليا في السماء في صناعات البنادق الهوائية. احنا النهاردة هنتكلم عن البندقية الشهيرة جدا اف اكس كراون، وهي بنظام الهواء المشحون مسبقا اللي هو البي سي بي. هذه البندقية تعد الان حلم لكل عاشق لرياضة القنص، فقد احتلت هذه البندقية التصنيف الاول عالميا للبنادق في فئتها. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان في كذا آلية للاطلاق في البنادق، فهناك السوستة اللي هو السبرينج، ثم تطورت لنظام الجاز رام تكنولوجي لان هم كانوا عايزين يزودوا الطاقة بتاع البندقية، بس وجدوا ان هو لو السوستة يبقى انت كده لازم ملزم ان انت لازم تطول السوستة، فبالتالي لازم المدية نفسها هتبقى اطول، فبالتالي هتبقى اثقل، كذلك الدقة بتاعتها لما هتزيد القوة الدقة بتاعتها هتبقى اقل. لذلك هم غيروا النظام من السبرينج السوستة لنظام الجاز رام تكنولوجي. هو عبارة عن انبوب مليء بغاز النيتروجين هو المسؤول عن توليد الطاقة بدلا من السوستة، وده طبعا عطى دقة اكثر، ارتداد اقل، قوة اكثر كذلك. لكن في نظام ثالث وهو النظام احدث واقوى، هو نظام البي سي بي. البي سي بي اللي هو الهواء المضغوط المشحون مسبقا. آلية عملها بتعمل ازاي البنادق دي او النظام ده؟ النظام ده عبارة عن تانك مليء بالهواء. ومن مزايا هذا النظام انه يعني شبه البنادق بتاعته ما فيهاش اهتداد خالص، فبالتالي هتكون الدقة بتاعتها عالية جدا. لكن في مشكلة ان اسعار هذه البنادق مرتفعة جدا وغير سهلة الاصلاح. اما عن آلية عمل هذه البنادق زي ما انتم شايفين في البندقية، من الامام ده تانك الهواء اللي هو مثبت في البندقية، الجزء اللي ورا التانك ده اللي هو عند الزينات هو اللي فيه الميكانيزم، فيه الميكانيكا كلها بتاعة البي سي بي. آلية عملها طب بتشتغل ازاي؟ اول حاجة آلية عملها الجزء الخلفي اللي فيه الزينات، لما بنسحب الدراع لكي نضع المقذوفة في مكانها، لما بنسحب الدراع بيسحب الهامر في الجزء الخلفي، في حاجة اسمها الهامر او الشاكوش. الهامر بداخله سوستة، اللي بيحصل ان لما بتسحب الدراع بنسحب الهامر بالسوستة بتاعته للخلف الى ان تصل للزينات. وفي هذه اللحظة الزينات بيمسك في الهامر او في الشاكوش، ولما بنطلق الزينات بيحصل ايه؟ بيحصل ان الشاكوش بينطلق للامام على حسب قوة السوستة بتاعته، فبيضرب في ابرة التانك. التانك ده يا جماعة مزود بابرة، ابرة التانك دي مسؤولة عن اخراج الهواء من تانك الهواء، فكلما كانت الضربة قوية فكلما كانت كمية الهواء الخارجة من التانك كبيرة جدا. وطبعا بعد كده اول ما بيخرج الهواء في مكان مجوف متصل بالماسورة، ففي تلك اللحظة يدفع الهواء المندفع خلف المقذوفة فيتم اطلاق الرصاصة او المقذوفة، وده هو آلية عمل البي سي بي او نظام بنادق البي سي بي. طبعا احنا في الفيديو ده هنتكلم عن البندقية الاشهر في العالم اللي هي رقم 1 في العالم اللي هي اف اكس كراون. طبعا اف اكس كراون يا جماعة فيها موديلات كتير جدا واشكال كتير جدا، لكن هي اصفات متقاربة جدا جدا، لذلك احنا الوصف هيبقى الوصف عام للبندقية اف اكس كراون، لان هي في الغالب كلهم نفس شبه نفس الصفات. عندنا مثلا زي ما احنا شايفين هنا دي مثلا بندقية اف اكس كراون والنط. لو بصيتوا هتلاقوا اولا هتلاقوا الدبشك هنا من خشب الجوز، الدبشك طبعا تحفة فنية. طبعا هتلاقي الدبشك اولا مزود بخد، وفي بعض الموديلات التانية
هتلاقي ان الخد قابل للتعديل، يعني ممكن ارتفاعا او انخفاضا يعني على حسب راحة المستخدم. هتلاقوا كمان في اللي هو الوسادة المطاطية، هنا الوسادة المطاطية يا جماعة دي قابلة للتعديل كذلك. هتلاقوا هنا الدبشك، هنا هتلاقي مزود بتجويف، التجويف ده عشان يساعد في احكام قبضة القناص على البندقية. وكذلك هتلاقوا ان المقبض والساعد عليهم حفرة بالليزر، ده علشان برضو يزيد من احكام القبضة على البندقية. طبعا هنا هتلاقي التانك، ده تانك الهواء. التانك ده يا جماعة في منه انواع كتير، في منه من الصلب، في منه من الالمونيوم، في منه من الفايبر كربون. طبعا ده اللي موجود ده من الفايبر كربون. طبعا كذلك هتلاقي اولا البندقية ما فيهاش لا نشال لا امامي ولا خلفي، لان هي دايما بتستخدم منظار 11 ملي. هتلاقوا هنا يا جماعة الصيحة اللي فظيعة جدا في هذه البندقية اللي هي الاف اكس كراون. اولا هتلاقي الماسورة، الماسورة دي تعتبر اجمل ماسورة على وجه الارض، طبعا اللي هي بالنظام السموث تويست اكس. طبعا الماسورة دي اولا دقة بتساعد المقذوف ان هي دقة تامة، ثانيا هي شاودد كاملة، في كاتم صوت. اولا انت هنا ممكن الماسورة دي تتغير على حسب العيار اللي انت هتستخدمه في البندقية، وكذلك الخزنة كذلك. طبعا الزناد، هنا الزناد قابل للتعديل على مرحلتين، والامان يدوي. تانك الهواء هنا يا جماعة ده ب 480 سي سي، يبقى السعة بتاعته 480 سي سي، والضغط بتاعه 250 بار. الضغط بتاعه 250 بار. نيجي بقى نتكلم عن المواصفات العامة للبندقية الـ FX Crown. أولا هي بتيجي العيار بتيجي في 4.5 مللي و5.5 مللي و6.35 مللي و7.62 مللي. طبعا انتوا شايفين الشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو ذا كراون والنط. بعد كده السرعة بتاعتها في 4.5 مللي بتبقى 300 متر في الثانية، في 5.5 مللي بتبقى 280 متر في الثانية، في 6.35 مللي بتبقى 270 متر في الثانية، في 7.62 مللي بتبقى 265 متر في الثانية. طبعا دي الشكل التاني اللي هو ذا كراون لامينيت بلاك بيبر. هنا يا جماعة بالنسبة للديبشك في اللي هو الوالنوت، والنوت اللي هو خشب الجوز، في اللي هو اللامينيت. اللامينيت ده يا جماعة دي بتبقى زي رقائق مدمجة عشان بتدينا الأشكال دي، في اللي هو اللامينيت، في اللي هو الوالنوت اللي هو خشب الجوز، في اللي هو السينتيتك اللي هو الالياف الصناعيه. الطاقه، بالنسبه للطاقه في البندقيه الاف اكس كراون، بالنسبه ل 4.5 مللي عيار 4.5 مللي هي الطاقه بتاعتها 24 جول، عيار 5.5 مللي الطاقه 41 جول، عيار 6.35 مللي الطاقه 65 جول، عيار 7.62 مللي الطاقه 102 جول. طبعا دي شكل تاني اللي هو ذا كراون لامينيت فورست جرين. اما عن آلية الاطلاق، البنادق دي كلها نظامها اللي هو ضغط الهواء البي سي بي اللي هو الهواء المشحون مسبقا. طبعا الصناعة هنا سويدي، دي فخر الصناعة السويدية. الامان طبعا يدوي في هذه البنادق. اما عن سعة المخزن، اولا في العيار 4.5 مللي بيبقى 22 طلقة، في عيار 5.5 مللي بيبقى 18 طلقة، في عيار 6.35 مللي بيبقى 16 طلقة، في عيار 7.62 مللي بيبقى 13 طلقة. طبعا ده شكل تاني اللي هو ذا كراون لامينيت يلو. اما عن سعة الاسطوانة فهي زي ما احنا قلنا 480 سي سي. اما عن ضغط الاسطوانة فهو الماكسيمم 250 بار. عدد الطلقات لكل تعبئة، في الاربعة ونص مللي هي 200 طلقة، في الخمسة ونص مللي 130 طلقة، في الستة 35 مللي 100 طلقة، في السبعة 62 مللي 40 طلقة. طبعا ده شكل تاني اللي هو ذا كراون كونتينيوم. البندقية دي يا جماعة الوحيدة اللي ما فيهاش 4.5 مللي، يعني البندقية دي الموديل ده جاي في 3 عيارات بس، جاي في 5.5 مللي، 6.35 مللي، 7.62 مللي، لكن مفيش 4.5 مللي. اما عن الطول الاجمالي ل FX كراون للموديل ده كله،
الطول بتاعه يتراوح ما بين 97 سنتي ل 103 سنتي. اما عن الوزن الاجمالي للبنادق دي يا جماعه، وزنها يتراوح ما بين 3 كيلو ل 3 كيلو و500 جرام. اما عن السعر بقى، اولا احنا زي ما قلنا قبل كده البنادق دي، البنادق البي سي بي، بنادق متميزه جدا، هي حلم لاي صياد، لان اولا قوه مهوله خفيفه، دقه متناهيه، شبه مفيش ارتداد، امكانيات ممتازه. لكن في نفس الوقت من احد العيوب القاتله ان هي غاليه. يعني هنا يا جماعه الموديل ده الاف اكس كاون السعر بتاعه لا يقل، يعني يبدا من 1040 دولار لحد 2100 دولار للبندقيه. طبعا غالي نوعا ما، لكن في نفس الوقت هي بندقيه تحفه مصنفه رقم واحد عالميا. اما عن الملخص بقى يا جماعه، ملخص وصف هذه البندقيه او هذا الموديل اللي هو اف اكس كراون، اولا هي بتيجي في 4 عيارات، 4.5 مللي و5.5 مللي و6 35 مللي و7 62 مللي، ما عدا زي ما قلت لكم البندقيه اللي هو الاف اكس كراون كونتينيوم اللي بتيجي في 5.5 مللي و6 35 و7 62 مللي. السرعه بتاعتها في 4.5 مللي 300 متر في الثانيه، 5.5 مللي 280 متر في الثانية، 6 35 مللي 270 متر في الثانية، 7 62 مللي 265 متر في الثانية. وزنها يتراوح بين 3 كيلو ل 3 كيلو 500 جرام. الطول الإجمالي بتاعها يتراوح من 97 سنتي ل 103 سنتي. طول المسروع بتاعتها بيتراوح من 50 ل 60 سنتي، لكن اللي هو في البندية السينتاتيك بتبقى حوالي 38 سنتي طول المسروع. آلية الإطلاق هي ضغط هواء البي سي بي، طبعا الصناعة سويدي. طبعا سعة المخزن قلنا في 4.5 مللي 22 طلقة، في 5.5 مللي 18 طلقة، في 6 35 مللي 16 طلقة، في 7 62 مللي 13 طلقة. يبقى سعة المخزن، سعة الأسطوانة زي ما قلنا 480 سي سي، ضغط الأسطوانة 250 بار. الطاقة بتاعتها في 4.5 مللي 24 جول، في 5.5 مللي 41 جول، في 6 35 مللي 65 جول، في 7 62 مللي 102 جول. عدد الطلقات لكل تعبئه في ال 4.5 مللي 200 طلقه، في ال 5.5 مللي 130 طلقه، في ال 6 35 100 طلقه، في ال 7 62 40 طلقه. السعر زي ما احنا قلنا بيتراوح من 1400 دولار ل 2100 دولار. وبكده نكون نهينا الفيديو النهارده، اتكلمنا فيه عن البندقيه الاف اكس كراون السويديه اللي هي تعد رقم واحد في العالم بنظام ضغط الهواء اللي هو الهواء المشحون مسبقا. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، واتمنى لو عجبكم الفيديو انتوا تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.